شو اللي بيخلي بعض الأشخاص محبوبين وأكثر جاذبية عن غيرهم؟ بمجرد ما يدخلوا للمكان بيخطفوا القلوب والأبصار ناحيتهم. شو هو السر؟ ببساطة هيدي الكاريزما يا عزيزي، وهي مجموعة من المهارات اللي بتقدر اكتسابها بالتدريب يوم بعد يوم. بهالفيديو رح نقدم لكم 9 نصائح سحرية للحصول على كاريزما جذابة. تابعوا معنا، لكن ما تنسوا كالعادة ضغط على زر الإعجاب، الاشتراك بالقناة وتفعيل التنبيهات لدعمنا على الاستمرار. طيب البداية، فإذا هي كيف ممكن أنت تصير صاحب شخصية جذابة ومؤثرة، يعني صاحب كاريزما؟ مجموعة نصائح يمكن تغير لك حياتك. نصيحة الأولى، حافظ على هدوء أعصابك. لاحظ طريقة حديث الأشخاص اللي عندهم كاريزما جذابة، نبرة حديثهم بتكون قوية وهادية بنفس الوقت، وهن بيحافظوا على مزاج معتدل وهادي، ما بيظهروا الغضب أو الانفعال الشديد مثلا، بل بيمتصوا بحكمة وبيتصرفوا بكل المواقف بثقة وروية، فبيكسبوا بذلك ثقة الجميع من حولهم. النصيحة الثانية، لازم تكون مستمع جيد. لما نحكي عن الشخصية الجذابة، فأول شيء بيخطر ببالنا هو قدرة الشخص الفذة على التحدث وإدارة النقاشات والحوارات بذكاء وبثقة، وهذا الشيء مظبوط، ولكن ما لازم تستهين بمهارة الاستماع للآخرين أيضا. بمعنى آخر، مش لازم بس تكون متحدث جيد، بل لازم تكون أيضا مستمع بارع. وقليلين هن اللي بيقدروا يجيدوا فن الاستماع ليسحروا محدثهم اللي رح يحس بالاحترام والتقدير الكبير من قبلهم. النصيحة الثالثة، خاطب الناس على قدر عقولهم. هيدا بيعني انه تكون مفرداتك وطريقتك بالتعبير ملائمة لعقول الأشخاص اللي عم تحكي معهم ومستواهم الفكري. فمع الصغار والأطفال حديث، ومع الكبار المثقفين مثلا حديث آخر بيختلف. لازم عطول تحط نفسك مكان الشخص الآخر وتتواصل معه بلغته وكلماته وحتى بنبرة صوته كمرآت بتعكس روحه، فبتكتسب بذلك جاذبية كبيرة بين كل الناس. النصيحة الرابعة، تحدث عن شغفك بالحياة. ما في شيء ممكن يكسب صوتك القوة والثقة مثل الحديث عن الأشياء اللي بتحبها، عن هواياتك، عن شغفك بالحياة مثلا، أحلامك والأشياء اللي بتطمح لها بالمستقبل. وبأثناء هيدا الحديث رح يتلاشى خوفك من الحديث أمام الناس لتحل محل الثقة، بل وممكن تصير أنت مصدر إلهام وتشجيع لمن حولك، بتمدن بالتفاؤل والطاقة الإيجابية. النصيحة الخامسة، تحلى بحس الدعابة والمرح. صحيح أنه الجدية بتخليك تكسب احترام الناس، لكن الجاذبية الساحرة ما بتكون إلا مع الحس العالي من الدعابة والمرح. نعم، ما تستغرب، فإذا كنت قادر على الاندماج مع الأشخاص والمزاح معهم، وإذا نجحت بالفعل بجعلهم يتفاعلوا معك ويضحكوا، فبتكون بهذه الطريقة كسبت محبتهم وقلوبهم بالفعل. النصيحة السادسة، أعطي أكثر مما بتاخد. نعم، هذه هي قوة العطاء. فالأشخاص اللي عندهم كاريزما جذابة معروفين بتفانيهم لأجل الغير، بمدوا يد العون عطول للي بيحتاجها حتى قبل ما يطلب منهم أحد هيدا الشيء، والخير والعطاء بالنهاية رح يرجع لهم بطريقة أو بأخرى. النصيحة السابعة، كن متأقلم مع الظروف المختلفة. من أهم سمات الشخصية الجذابة والمحبوبة بين الناس هي المرونة والقدرة على التأقلم بكل الظروف، مهما كانت هاي الظروف مفاجئة أو صعبة، والقدرة كمان على الاندماج والتأقلم مع البيئات والمجتمعات المختلفة اللي ممكن تختلط فيها. وكرمال تحقق هيدا الشيء، لازم تكون عندك ثقافة واسعة، لازم تكون مطلع على الثقافات المختلفة والأخبار المحلية والعالمية أيضا. النصيحة التامنة، تذكر الأسماء جيدا. في مقولة شهيرة لديل كارنيجي بتقول، اسم الشخص هو أحب كلمة بيسعده سماعه، وبالتالي حاول أنت بدورك أنه تتذكر أسماء جميع من تلتقي بهم. فإذا التقيته مرة تانية ولقيوا أنك بعدك متذكر أسماءهم، رح يحسوا بالاهتمام والتقدير من جانبك، وهيدا بالطبع رح يخليك تكسب محبة وشعبية كبيرة بين الناس. النصيحة التاسعة، خلي الناس يحكوا عن أنفسهم. الناس بطبيعتها بتحب الحديث عن أنفسها أكثر من أي شيء آخر،
والتعبير كمان عن آرائها ومواقفها، وهن بينجذبوا للأشخاص اللي بيشاركون هيدا الحديث وبيسمعولن باهتمام. لذا اسأل الناس عن أكثر الأشياء اللي بيحبوها، عن هواياتهم، عن أحلامهم وشغفهم بالحياة ووجهات نظرهم وآرائهم، واستمع لحديثهم بجدية، وأيضا تفاعل معهم ولاحظ كيف رح تصير محبوب وذو مكانة عالية خاصة جدا عندهم. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.